استطاع أن يحافظ على الصدارة 31 أسبوع، سوف يعادل رقم بيت سامبرس، وفي ذلك يكون روجر فيدرر، يكون روجر فيدرر فعل كل شيء، خلاص ما في إرسال ساحر شو. هورالي على سيموني كوليلي، وبعد ذلك تخطى جيريمي شاردي. تسديدات رائعة ومستوى تسرع من اللاعب يفجيني كورولف، يرتكب أخطاء ماركو، وهنا الكرة بعدما ارتدت لاحظ انخفضت. ولا أروع من الروسي، انسايد أوت من مكان بعيد، سال ساحق في الوقت المناسب يظهر كرة خارج الملعب، تحدي كبير من آخر الملعب. يس لاحظ الحماس على الشاب الروسي، الشاب الروسي، وارسال ساحق لا يصد ولا يصد. كارولف لاحظ، يعني والله مو متحكم بنفسه، لاحظ يعني اسرع من الكره يوصل لا ينتظر في السلايس، وعلى الفورهند والثاني على الباكهند. لمسه رائعه من اول سحق بمهاره السلايس. رائع كور لف رائع في هذه النقطة. أداء ممتاز، أداء لاحظ كرات اللاعب كور لف. وصول جيد لروجر، يسدد في العمق. خارج الملعب، روجر فيدرر يكسر الإرسال. متتالية كرة، يا لها من خارج انطلاقة ممتازة، روجر فيدرر ومصر المايسترو، مصر بأن يعزف السيمفونيات، يعزف له سيمفونيات وبثقة كبيرة. لاحظ والله يعني كرات، وكما ذكرت لا وجود للضغط النفسي الكبير لكارولف. يا سلام روجر ولا ترد. سان اول رائع، خارج الملعب، وكورولف يفقد شوط الارسال للمره الثانيه، وفي اعتقادي في هذه الظروف تشودينيلي.
ضربة ساحقة بعد الارتداد. روجر يا سلام يا سلام، عكس اتجاه على العالم. يا لها من نهاية، عودنا الماسترو على مثل هذه النهاية ولا يرد. وروجر فيدرر يصل إلى الدور النصف